شاومي سايبرون. كما ترون هذا الروبوت من اختراع شركة شاومي، فيمكنكم أن تتابعوا الدقة في التصوير والتي يقدمها لنا هذا الروبوت الرائع. يتم استخدامه بالجولات والتفقدات بالجبال، وهو يشبه تماماً هيكلة الإنسان. هذا الروبوت رائع للغاية، حيث أنه عندما يقع يمكنه الوقوف مرة أخرى. تابعوا التصميم الجميل والفريد لهذا الروبوت. دولاريان آر سبيس دي آر 7. يمكنكم أن تشاهدوا هنا هذا التصميم الرائع والإبداعي لهذه الطائرة المميزة، لكن ما لا تعلمه أن هذا الابتكار صمم حتى يتم استخدامه إما على المريخ أو القمر، لكن يمكن أن يتم استخدامه على الأرض ولكن بشكل استعراضي فقط. يمكنكم أن تتابعوا هذه المراوح والتي ستعمل بشكل عمودي وأفقي على عملية الصعود والدفع إلى الأمام. طائرة مميزة ورائعة للغاية، وتصميمها فريد جدا. لنتابع. أوشيان أونك. يمكنكم أن تتابعوا هذا الروبوت والذي يتم استخدامه أسفل المياه، فهو عبارة عن روبوت مجهز ليسبح تحت المياه بحساسات قوية للغاية، ويمكنه أن يتحمل ضغطا عاليا جدا يصل إلى 124 متر أسفل الأرض. يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم إرساله في رحلات البحث وأيضا التنقيب عن السفن أسفل المياه. كما ترون، فهو مزود بكاميرات وحساسات عالية الجودة تمكن من التحكم به عن بعد، فيتم إنزاله بهذا الشكل ويتم التصوير والإضاءة أيضا بالأسفل كما ترون. الابتكار ريتينج. ريتينج هي عبارة عن شاشة عرض ومستشعر تعطيك بعض المعلومات السريعة للغاية عما أمامك بواسطة كاميرات حديثة، إذ أنك يمكنك القيادة بأمان وتنبيه مستمر حتى تتمكن من تفادي المنعطفات أو أي شيء يفاجئك بالطريق. لمزيد من الأمانة والسلاسة، يتم استخدام مستشعر يصل إلى 15 متر تقريبا حتى يفحص الطريق من أمامك. إنه ابتكار رائع وثورة في عالم قيادة السيارات. بروتوس. لنتابع هذه الآلة الرائعة والتي تسمى بروتوس، والتي تساعد في كثير من الأعمال. فكما ترون، هذه الروبوتات الصغيرة والتي تساعد على عملية الصف والنقل وأيضا عملية الترتيب، كما أنها تقوم بنقل العدة والعتاد الخاص بالمصانع بشكل مثالي وإبداعي. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم هذا العمل من قبل هذا الروبوت الصغير. بنتور. لنتابع هذا الابتكار المميز والإبداعي، والذي يتم جمع بخار الماء في هذه المناطق ذات الكثافة والرطوبة العالية ويقوم بتحويلها إلى مياه، وذلك عبر مستشعرات خاصة يتم من خلالها جمع بخار الماء بهذا الشكل، ومن ثم يتم إنزال المياه الصافية للشرب لاستخدامها لري النباتات أو حتى لشرب البشر.
مياه نظيفة ورائعة يمكن من خلالها إنقاذ مساحات عملاقة في الصحراء حتى يتم زراعتها مستقبلا. ويفلايت ماجنت، ركزوا على هذا الجسر في وسط المياه. هذه ليست صورة تخيلية، هو بالفعل يحاكي الأمواج بطريقة ديناميكية رائعة، فيمكنك أن تتابع هذا التصميم الفريد والمميز والذي يمكن أن لا يجعل هذه القطعة تنقلب أبدا بسبب محاكاتها المميزة للأمواج، كما أنها طوافة تسير على المياه بشكل انسيابي تحاكي تماما تموجات البحر كما تشاهدون. إنها ابتكار رائع وتستخدم أحيانا في السياحة ولربما للمرور من مدينة إلى أخرى ذات أنهار متلاصقة. مينتي بوت، كما تشاهدون أمامكم يتم استخدام هذه الرافعة لقلب هذه النفايات بهذا الشكل في المكان المخصص في هذه العربة، وهذه العربة تقوم بطحن النفايات والاستفادة منها لتحويلها إلى سماد. لنتابع. طائرة درون X2، هذه ليست طائرة درون عادية بل إنها تاكسي طائر وحوام. هذا التاكسي تم تجريبه في مدينة دبي فعليا ليقل بعض الأشخاص ويقوم بإيصالهم من مكان لآخر. يمكنه حمل 2، وهناك ابتكارات كانت يمكنها حمل أكثر من 4 أشخاص. إنها طائرة فريدة تأخذك بنظرة أولى إلى المستقبل الذي يمكن أن نتخيل فيه أن الإنسان يمكن أن يطير بسهولة من مكان لآخر. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.